الأستاذ عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. مساء الخير يا فندم، وحشني جدا. أنت أكتر يا كابتن سيف، وألف سلامة، ويعني منور الشاشة باختصاري. ربنا يخليك، ووحشني جدا جدا، وألف مبروك، والحقيقة تستحق هذا المكان. الله يخليك، ثقة أعتز بها والله يا أستاذ سيف، وإن شاء الله كده ربنا يوفقنا في تقديم الأفضل في هذا المكان وفي هذه المنظومة الإعلامية إن شاء الله. عايز افتح مع حضرتك الحديث، وكنت بتكلم على مصطفى محمد، تختلف معايا ولا تكمل معايا في الحديث؟ ما تخلينا الاول نبدا بحاجه تانية خالص يا كابتن سيد. بيتك ومطرحك، ومبروك 110 زمالك. ايوه قريتها انت على طول؟ قريتها على طول طبعا. لا انت، احنا طبعا احنا ليله العيد، بكره عيد الزمالك بالتاكيد. يا رب. عارف 110 سنه في هذا النادي العريق. ويعني لحظه فعلا اعتقد يعني مبعث السعادة عند كل الزملكاوية، لأن الكل فعلا بيقول كل سنة وأنت طيب أيها الكيان الكبير، كل سنة وأنت كبير بنجومك، برموزك، ببطولاتك، بأبنائك، بكوادرك. إن شاء الله واللي جاي بأفضل إن شاء الله لكل أبناء القلعة البيضاء. يا رب دايما. نخش على مصطفى محمد، رأي حضرتك. بس الأول إيه رأيك في الغلاف ده؟ لأن ده عدد خاص عن هذه المناسبة يا كابتن. ما أنا حاطته لك أهو بالمناسبة السعيدة. الحقيقة مبروك، يعني مشهد رائع الحقيقة، وغلاف الحقيقة رائع. لا والله ده من ذوقك بس، ودي طبعا ثقة وشهادة هتعتز بيها والله. لا يا فندم أنت أستاذنا، إزاي أنا مش أنا لسه اللي هقيم. حبيبي يا كابتن. ربنا يخليك فندم. مصطفى محمد، أنا متفق معاك في كل اللي بتقوله، ولكن حلوة ولكن دي. تمام. مصطفى منتظم في التدريبات. دي حقيقة. يعني أنا قدامي لغاية النهاردة الصبح أو الظهر شايف هذا المشهد ولم ينقطع. المشكلة كانت عنده شوية في ألم في الظهر، كان في برنامج علاجي. أنا بقول لك الحقيقة. تمام. وطبعا مضغوط نفسيا، ما فيش كلام في ذلك يعني. لكن برضه كان في ظروف فعلا معاكسة. الدكتور محمد أسامة كان بيأكد دايما إن في برنامج علاجي بيخضع له مصطفى محمد، لكن لم يتمرد، لم ينقطع. ولكن الجميل في القصة دي إيه يا كابتن؟ ان باتشيكو بيرسي قواعد العدل بين كل اللاعبين. دي حقيقه يجب الاعتراف بها. اللاعب اللي انت عارف اللي بعيد عن الضغوط النفسيه، اللاعب اللي بيركز اكتر، اللاعب المنتظم اكتر، اللي واخدها بجديه اكتر، هو اللي بيلاقي نفسه في التشكيله الاساسيه. وده اللي حصل في مباراه الزمالك وسموحه ومباراه الزمالك وانبي. نجوم كتير غابوا عن التشكيله، نجوم كتير كانوا على مقعد البدلاء، ومع ذلك اثبت الاخرون انهم على قدر المسؤوليه وكسبوا 6 نقاط كامله. وضعت الزمالك الان في منطقه جيده في الدوري، و10 نقط من 12، نقطتين بس خسرهم من بيراميدز. اعتقد بدايه جيده جدا للفريق الزمالكاوي، عكس ما كان عليه السنه اللي فاتت يا كابتن سيف عندما خسر نقاط في بدايه المشوار، دفع ثمنها في خساره الدوري مع نهايه الدور الاول. يعني مصطفى ممكن يكون موجود المباراه اللي جايه؟ يعني دي طبعا ترجع للمدرب، لانه المدرب برضه له حساباته بالتاكيد، بيشوف برضو التشكيله المناسبه اللي توازي برضو اولا المنافس، او بتحط برضو بتشوف قيمه المنافس، عناصر المنافس. كل مجموعه في الزمالك، المجموعه كلها الحقيقه لعيبه متميزين، لكن كل تشكيله او كل مباراه لها تشكيلتها التي تناسب ظروف المباراه وظروف الفريق المنافس بكل تاكيد. يعني ما يخص فرجاني ساسي، هل هناك جديد؟ لا جديد، بس هو الامور في النهايه انا اتصور ان هي الامور جيده، وده اللي اكده الكابتن ايمن يونس امبارح اللي بيقوم بالمتولي ملف هذه المفاوضات. وان في الاخر برضو اخونا ابراهيم عبد الله عضو المكتب التنفيذي برضو اكد امبارح لاخونا ابراهيم فايق ان فعلا ان في اخبار ساره لجماهير الزمالك خلال الفتره المقبله في ملف فرجاني ساسي. اللي برضو لابد ان احنا نقول ان فعلا فرجاني خد فعلا او يعني تحول النادي، حول له المتاخرات بتاعته باستثناء 15%، ودي مساله ضرائب، ودي ضرائب جديده في العقود، يعني دي مجال تفاوض. لكن القيمه الفعليه 85% فعلا اتحولت لحساب فرجاني، واعتقد خلال ساعات الكلام ده هيظهر في حساب فرجاني في البنك بشكل واضح. الامور هادئه ومستقره داخل الزمالك؟ والله لحد كبير، يعني انت عارف النتائج برضو لا يخفى عليك، يعني النتائج الجيده بتصب في حاله من الاستقرار. تعرف المساله، الناس بتحس ان فرقه الكره بالذات هي راس الحربه اللي بيديك الاحساس بالاستقرار او عدم الاستقرار. النتائج جيده بالتاكيد، انعكست على اجواء النادي كله بشكل عام. وبعدين عايز اقول حاجه صغيره برضه يا كابتن، ان الاداره الحاليه برضه حريصه ان تفتح كل الملفات، مش ملف كره القدم فقط. صح. اللعبات الاخرى برضه فيها مشاكل كتير، لا لا الكلام ده لا يخفى على احد. يعني انت عارف اللعيبه برضه لها متاخرات كتير، ولعيبه واسماء ومساله، والعقود بتاعتهم ممكن تديهم الحق في ان هم فعلا يفسخوا هذه العقود، لكن
اتحول لهم برضو اجزاء كتيره من المتاخرات، ده برضو لتوفير نوع من الاستقرار للعبات الاخرى، لان الزمالك برضو على مر التاريخ معروف بملوك الصالات. اللعبات الاخرى لا بتشكل قيمه مهمه جدا في الزمالك، مش بس كره القدم. ومن اسبوع بالظبط الاداره الحاليه فعلا يعني بتلتقي بكل قطاعات النادي من اجل اعاده الهيكله مره ثانيه واعاده الزمالك وحاله الاستقرار للزمالك اللي هي اللي ترضي جماهيره في كل مكان، واللي شعرت فعلا بالقلق خلال الفتره الماضيه على وضع النادي بشكل عام. اتمنى لحضرتك كل التوفيق، وان شاء الله في ظهركم ومساندين دايما للكيان الكبير، وان شاء الله باذن الله تعدوا بيه لبر الامان. ثقتنا كامله في هذا الدعم يا كابتن سيف، ودائما وده مش جديد عليكم اكيد. نادي الزمالك يهم كل المصريين مش طبعًا. بس الزملكاويه فقط، واعتقد نجاحه واستقراره مسؤوليه الجميع في نهايه المطاف. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا الاستاذ عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك.